عندي سؤال. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ، كيف الجمع بين الحديث أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة، وحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال ألم أصح لك جسمك وأرويك الماء البارد؟ ممتاز. وهذه مسألة وفيها ما هو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. فنأتي الآن، نحن الآن على الحكم على الحديث. فنأتي الآن للحكم على الحديث. فإذا جئنا الآن حكمنا على الحديث من خلاله، بعد ذلك نعرف الكلام فيه. الحديث رواه أهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون كذلك في سائر العمل، يعني في الحج، الزكاة، إلى آخره. وهذا صححه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. عندنا حديث آخر أيضا عند النسائي عن ابن مسعود: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس فيه في الدماء. فقالوا، يقول هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: أول ما يحاسب عليه العبد من أعمال يوم القيامة الصلاة، هذا بالنسبة لحق الله عز وجل، هذا بالنسبة لحق الله عز وجل. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا بالنسبة للحقوق بين الآدميين. فيكون الحديث اللي كان معانا حديث الباب، إنما هذا يكون في علاقة العبد مع نفسه. وضحت الآن؟ تسمعوني؟ نسمعك يا شيخ. نعم يا شيخ نسمعك، جزاكم الله. طيب، السائل فهم الإجابة؟ واضح يا شيخ، أنا أشكلت عليه. ما الذي أشكل؟ خذ راحتك. ما الذي أشكل؟ أعد الحديث. أول ما يحاسب عنه، أعد الحديث مرة أخرى. أول ما يحاسب عنه العبد، أيوة تفضل تفضل. أحسن الله إليكم. أول ما يحاسب، أيوة، عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، هذا بالنسبة لحق الله. ممتاز. والحديث الآخر، أول ما يحاسب عنه العبد أن يقال لما صح لك جسمك، بالنسبة لحقه. أي ممتاز. أي أيوة، بالنسبة للنعم التي أنعم الله بك، أنعم الله بها عليك، إيش سويت فيها؟ نعم، أحسن الله إليك. وهناك في الدماء، في العلاقة ما بينه وبين الخلق، صحيح؟ نعم شيخنا. ولذلك هذا الحديث اللي هو مر معنا، طبعا احنا قلنا عند الترمذي وصححه العلامة الألباني، إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، من النعيم، هذه لفظة مهمة في الحديث. فهمت؟ نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فلا تعارض إن شاء الله، يبقى الصلاة بينك وبين ربك، الدماء بينك وبين الناس، هذه بينك وبين نفسك في النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، إن ربنا أداك نعمة الماء ولقمة العيش وأعطاك المسكن والزوجة والأولاد والقصور والأشياء هذه كلها، ماذا فعلت بها؟ ولذلك النبي يقول في الحديث اللي عند البخاري، حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم، وطيب النفس من النعم. وعندنا حديث طويل عند مسلم عن أبي هريرة قال يلقى الرب العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع في الناس؟ فيقول بلى. قال أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو، نفس الكلام الأول، ألم يعني أكرمك أزوجك إلى آخره، فيقول بلى. قال فظننت أنك ملاقي؟ قال لا. فيقول أنساك كما نسيتني. يلقى الثالث فيقول مثل ذلك، فيقول يا رب أمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وصدقت، ويثني على الله عز وجل، فيقال الله الآن نبعث عليك شاهدا عليك. يتفكر في نفسه من ذا يشهد عليه، فيختم الله على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم أيضا إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو أن يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن هذا الحديث كله المقصود به في النعم بينك وبين نفسك، ماذا قدمت فيها لله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبذلك تستقيم الإيمان، كما من حديث أبي قلابة عن أنس عند البخاري ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ويحب المرء لا يحب لله، ويكره يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره يقذف بالنار. قال أهل العلم هذه الحقوق الثلاثة العظيمة حقك بينك وبين الله، وبينك وبين الناس، وبينك وبين نفسك. نعم وضحت هذه إن شاء الله، تم التوفيق بين الأحاديث كلها. نعم يا شيخنا أحسن الله إليك وبارك لكم.